عاشت مجموعة الأوركا في المياه الجليدية قبالة سواحل ألاسكا لأجيال. كانوا معروفين بمهاراتهم الشرسة في الصيد وقدرتهم على صيد الأسماك حتى في أصعب الظروف. لكن بعد عام تغير شيء ما، بدأت الأسماك تختفي تاركة الأوركا جائعة ويائسة. سافر الكبسيولة أكثر فأكثر بحثاً عن الطعام، ولكن بغض النظر عن المكان الذي ذهبوا إليه كانت الأسماك نادرة. مع مرور الأسابيع نمت حيتان الأوركان أضعف وأكثر يأساً. بدأوا في المغامرة بالقرب من الشاطئ وسجدوا في المياه الضحل حيث كانت الأسماك أكثر وفرة، لكن هذا أوصلهم إلى منطقة خطرة حيث كانوا يجازفون بأن يعلقوا على الشواطئ الصخرية أو يعلقون في شباك الصيد. عرفت أمهات الكبسيولة وهي أوركا حكيمة وذات خبرة تدعى كايدا أنها بحاجة إلى إيجاد حل قبل فوات الأوان. دعت إلى اجتماع للحجرة حيث ناقشوا خياراتهم. اقترح البعض الانقسام والبحث عن الطعام في مناطق مختلفة، بينما اقترح البعض الآخر الانتقال جنوباً إلى مياه أكثر دفئاً، لكن كايداً علم أن هذه لم تكن حلولاً طويلة الأمد. كانوا بحاجة إلى إيجاد طريقة للعمل معاً والتكيف مع البيئة المتغيرة. وهكذا توصل الكبسيولة إلى خطة. كانوا سيجمعون بين مهاراتهم في الصيد باستخدام تحديد الموقع بالصدى القوي لتحديد مواقع مجموعات الأسماك في الأعماق تحت السطح. بعد ذلك سيعملون معاً لتقسيم الأسماك إلى مجموعات أصغر مما يسهل اصطيادها. لقد كانت خطة محفوفة بالمخاطر، لكن لم يكن أمام حيتان الأوركان خيار آخر. انطلقوا في المحيط المفتوح مصممين على العثور على الطعام والبقاء على قيد الحياة. تحولت الأيام إلى أسابيع، وعملت الأوركان بلا كلل لصيد ما يكفي من الأسماك للحفاظ على جرابهن. لقد كانت عملية مرهقة ومرهقة، لكنهم بدأوا في رؤية النتائج ببطء. بدأت الأسماك في العودة، ونمت الأوركا أقوى وأكثر صحة. في النهاية، تعلمت الكبسيولة درساً مهماً حول التوازن الدقيق للطبيعة. كانوا يعلمون أن بقاءهم على قيد الحياة يعتمد على قدرتهم على التكيف والعمل معاً حتى في مواجهة التحديات الهائلة. وهكذا استمروا في السباحة في المياه الجليدية قبالة سواحل ألاسكا، ولم يأبهوا أبداً بوفرة الحياة التي تحيط بهم. بالنسبة لحفنة الأوركا، كان درساً لن ينسوه أبداً.